لاله سعديه، انت عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الشراكي، اهلا وسهلا مرحبا بك. شكرا على هذه الاستضافه. لاله سعديه، نبغوا اولا نعرفوا شنو هي اخر الاستعدادات بالنسبه للمؤتمر 11، ونحن على بعد ايام من هذا المؤتمر. اولا ان هذا المؤتمر 11 هو كيتعتبر بالنسبه للاتحاد الشراكي واحد المحطه مفصليه اساسيه للحياه السياسيه والتنظيميه ديالو، وفي استشرافية كذلك المستقبل. وبالتالي من هذا المنطلق راه الاستعدادات خضات واحد البعد جديد، لأنها استطعنا في إطار هذه الاستعدادات أن نوفر كل المستلزمات وضمانات إنجاح المؤتمر، لا على المستوى الأدبي فكري سياسي ثقافي، ولا على المستوى الأطروحات الجديدة المستوى التنظيمي، لأننا كنتصور واحد النموذج تنظيمي جديد يتلائم المستجدات والمتغيرات، يتلائم والذات الحزبية وقدرتها الذاتية والمؤسسية على استيعاب المعطيات الجديدة ديال المرحلة، وعلى التلاؤم معها، وعلى الاستجابة لانتظارات ومتطلبات لا الاتحاديات والاتحاديين ولا المجتمع، لأن السياق اللي جاء فيه المؤتمر هو سياق استثنائي جدا، وبالتالي من هنا الاستعدادات خاصها تاخذ واحد البعد جديد استثنائي بالنظر لأزمة كوفيد اللي لقات بظلالها بتداعياتها وإكراهاتها وصعوبتها على بلادنا، وبالتالي لقات كذلك بمستلزماتها على الأحزاب، لأن الأحزاب خاصها تستدمج هذا المعطى الجديد، وبالتالي أنها تاخذ بعين الاعتبار أنها خاصها تأهل الأحزاب، يعني الحزب خصو يأهل ذاته ويأهل المؤسسة الحزبية لكي تستجيب لهذه المتطلبات، لا على مستوى كذلك كما قلت على مستوى النتائج المحققة لدى الاتحاد الاشتراكي في هذه الانتخابات، في هذه المعركة الانتخابية حقق نتائج مهمة جدا، وحنا كذا كنأملوا أنها تكون نتائج أكثر. نعم. لولا حنا كنعرفوا الحيتيات ديال الانتخابات ومتطلباتها، وبالتالي فسخرنا كل إمكانياتنا وقدراتنا البشرية واستنفرنا جميع الطاقات على المستوى الوطني باش أننا نحققوا هذه النتائج، وبالتالي فمن منطلق أن نضمنوا هذه الاستمرارية بهذا الزخم ديال هذه النتائج المهمة، لا على مستوى ترصيد هذا المكتسب الجديد ونعتبره مهم جدا، واللي ترجم إرادة اتحادية قوية متماسكة لا على مستوى القيادة ولا على مستوى القاعدة. وبطبيعة الحال كان الأخ الكاتب الأول حريص جدا بكل وعي ومسؤولية على أن ودار واحد تحدي كبير باش أننا نوصلوا لهذه النتائج. على هذا الأساس كنعتبروا على أن هذه المحطة الانتخابية هي محطة من نوع خاص، يجب أن تأخذ منحى جديد ومتميز، منحى جديد ومتميز في كما قلت في ضمان كل يعني شروط إنجاح المؤتمر. نعم. لا على المستوى الأدبي الفكري تنظيمي لوجيستيكي، يعني على جميع المستويات. اليوم أنا في هذه اللحظة كنعتبر بأن المؤتمر كل مؤشرات نجاحه هي متوفرة الآن. نعم. كنتكلموا على انه التوخي ديالكم والطموح ديالكم ان المؤتمر جيكم محطه متميزه، والحال هو انه من الان بدا اللغط والجدل فيما يخص نقطه وحيده اللي هي الخلافه ديال ولا تولي الكتابه الاولى. لماذا في نظرك النقاش نصب النقطه عوض ما ينصب النقاش السياسي والورقه السياسيه والورقه المذهبيه ككل؟ هو ملي كننطلق من هذه المقدمه اللي عطيتك وهذه المنطلقات وهذه الاعتبارات كامله، كيبان على انه الاتحاديين والاتحاديات عازمين انهم ينجحوا، وكاين عندهم اولويات، هي هذه الاولويات. كان من الطبيعي جدا ومن المفروض على اننا فعلا الا بغينا نطوروا الاداء الحزبي، الا بغينا نرتقيوا بالحزب، الا بغينا نجعلوه في المعادله السياسيه القائمه يعني كقوه حقيقيه، خاصه ان الحزب في المعارضه، يعني هذا كيزيد يعطينا كذلك حافز على ان هذا المؤتمر خصنا نعطيو فيه اولويه، نسطروا الاولويات. نعم. خصنا يكون عندنا هذا البعد الاستراتيجي المستقبلي ديال اننا ناهلوا الحزب في الانتخابات الجايه يكون هو اللي غيتصدر المشهد السياسي، يعني هذا هو الطموح. اما ملي كتولي المساله ديال التهافت على المواقع من خارج الاطار الحزبي، من خارج التنظيم الحزبي، من خارج ان هاد الناس اللي فيهم اغلبيه ما شاركوش في المعركه الانتخابيه، ما شاركوش في انضاج هاد الشروط ديال جعل الاتحاد الاشتراكي اتحاد يعني قوه حاضره في هذا المشهد السياسي، فمن كيولي تختزل النضال عند هؤلاء النضال بين قوسين كيتختزل
مختزل في يعني في التسابق وفي الهروله الكتابه الاولى. فهنا الاتحاديه والاتحادون هما واعيين على ان ما يهمهم بالدرجه الاولى هو تتبين وترصيد المكتسبات. ما يهمهم هو ضمان شروط استمراريه هذا الحزب كحزب قوي والقياده. المؤتمر سيد نفسه وسوف يعني غادي يكون اللي غادي يقود الحزب هو اللي كيستحق يكون كيقود. اذا فبالنسبه لي انا كان ممكن تعتبر وضع طبيعي وصحي لو كانوا هاد الناس دون لو بان، لو كانوا هاد الناس شاركوا داخل التنظيم. يعني في نظرك أن هاد الناس، يعني في نظرك انه هاد الناس هذو اللي كيتقدموا الان خارج المنافسه ولا خارج السباق؟ لا، كاين 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 اخوان، انا تنقول كاين اخوان انا ما كنعرفهمش، انا كاين وحدين ما تنعرفهمش مثلا، انا كاين وحدين ما تنعرفهمش، ما تنبغيش نذكر اسمائهم لان مساري السياسي، مساري النضالي ما كيسمح ليش، ان هادو كانوا غير عابرين. انا كاين واحد الناس اللي كانوا عابرين ومتسللين للحزب وجاو باهداف شخصيه نرجسيه ذاتيه باش انهم تيشوفوا غير الكتابه الاولى مثلا، كيف ما شافوا في مراحل سابقه، شافوا البرلمان وشافوا المكتب السياسي وشافوا الاستوزار. هادو ناس انا تنعتبرهم غريبين على الذات الحزبيه، لان حنا ملي ناضلوا، حنا انا كنهضر على النساء اللي ناضلوا والاخوات والاخوان اللي ناضلوا، ما عملناش حنا كان عندنا هذا الهوس ديال اننا نوصلوا باي وسيله وباي طريقه، يعني براغماتيه مقيته نوصلوا لواحد، لا حنا كنا دائما كنعتبروا على انه يعني الا غنوصلوا لواحد الموقع كنوصلوا لاننا كنستحقوه، بان ديك العضويه وذاك الانتماء هو انتماء لهويه، لمرجعيه، انتماء لتاريخ، هو اعتراف لشهداء ابرار اللي قدموا تضحيات، ماشي انه هو قفز على هذه الاشياء كامله باش انني اللي كيدعي الحزب ولا اللي كيدخل وكيدين المجلس الوطني او كيبغي يطعن في قراراته، كيفاش غيصوتوا عليه هاد الناس؟ خلي كاين اخوان انا كنعتبرهم انهم ولاد الاتحاد، فيهم اللي شارك في المعركه وفيهم اللي ماشي شارك، وحنا كنعتبروا ان انا من وجهه نظري اعتبرنا بان المشاركه حق، ولكن الحق له شروط وله واجبات. نعم، ولكن لماذا في نظرك السعدية هو انه واش هذا قدر مقدور على الحزب الاتحاد الشركي انه قبل اي مؤتمر كينوض هذا الصداع هذا اللغط، واش هو قدر ولا ماذا؟ لا، هذا اتحاد اشتراكي، هذه لاديان ديالو، هذه لاديان ديال حزب خرج من رحم الحركه الوطنيه، حزب اللي ناضل سنوات الرصاص من اجل بناء الدوله الديمقراطيه، دوله الحقوق ودوله الحريات، وبالتالي كان دائما داخل هذه الذات الحزبيه دائما كان واحد التفاعل، كان واحد حريه الراي وحريه التعبير والاختلاف، هذا وضع صحي. الاتحاد الشركي دائما كان كيدير تقييمات لادائه، 2007 دار تقييم للنتائج 2007 وكان تقييم فيه نقد ذاتي، فيه جلد للذات، بمعنى انه عادي الاحزاب الاخرى راه ما كدوز حسيمسي، ما كيعرف حتى شي حداش كطبخ لداخل، انا كطلع لك بواحد التركيبه وبواحد التشكيله وكطلع لك بواحد الزعيم. حنا بالنسبه لنا بالعكس، انا كنعتبر بان ما يحدث الان هو حافز بالنسبه للاتحاد الاشتراكي، حافز بالنسبه للاتحادات، وانا كنشكرهم علاش؟ لانهم عطاونا فعلا، زادوا عطاونا واحد الطاقه باش اننا فعلا نجزو، وزخم اعلامي وديناميه، وردوا لنا عاوتاني. حنا مزيان، حنا العوده الى المجتمع، حنا هذا هو الرهان ديالنا، هو العوده الى المجتمع، العوده الى السياسه في نبلها، في ابعادها، في رسالتها النبيله، العوده. حنا مزيان لنا، انا شخصيا مرتاحه لانني مسؤوله على جهه الرباط القنيطره، وبالتالي فالعمليه غدا مزيان، المؤتمرين دابا بقاو لنا الباجات، احنا كنصوبوا الباجات، بالعكس كاين طلب كبير على المشاركه. انا والله ما عرفت، انا ما عرفتش كيفاش ندير لهاد الطلبات الغزيره ديال انه بغاو يكونوا فعاليات اخوات واخوان وطاقات متعدده باغيين يشاركوا في هذا المؤتمر. نعم، في ظل هذا الامل في صناعه واحد وضع سياسي نبيل كما سميتي لاله سعديه، الحل هو انه الوضع السياسي الحزبي في المغرب متاكل، هل تتفقين ام تختلفين؟ وبالتالي فهذا النقاش يحوز في النفس في ظل الوضع السياسي اللي ما صحيحش وما ما راكبش. هو هذاك هو الوضع السياسي، عنده اسباب ومسببات، هذه تراكمات ديال الفاعل الحزبي والفاعل السياسي في بلادنا. الفاعل السياسي في بلادنا لعبات يعني عوامل عديده اللي ضربات هذه العوامل، منها ظاهره العولمه
ظاهرة العولمة، تبخيس السياسة، تبخيس السياسيين، تبخيس المؤسسات التشريعية، تبخيس هادشي كله لعب واحد بشكل سلبي على الذهنية وعلى التمثل ديال المواطنات والمواطنين للعمل السياسي والعمل. كان العمل السياسي مرتبط بالتضحية وبالنضال، وما كانش فيه المقاعد وما كانش فيه طلب على المقاعد بشكل. الآن تحول العمل السياسي إلى عمل للإطراء عند البعض، إلى عمل للارتقاء الاجتماعي. الاتحاد الاشتراكي التميز ديالو هو أنه دائما العمل السياسي والرسالة الاتحادية، وفاء الفكرة الاتحادية والتزام بقضايا المواطنات والمواطنين. هذه مسألة كما قلت لك بقات يعني باقة في الأديان ديال الاتحاد، وهذا مؤشر أساسي على أن الحزب حي، على أن الحزب حي وما زال موجود وما غاديش للعدم، وأن الحركة السياسية في المغرب محتاجة إلى الاتحاد الاشتراكي، محتاجة إلى هذه الدينامية الذاتية والدينامية المؤسسية والدينامية السياسية ديال الاتحاد وديال الاتحاد ديال الأبرار اللي هما أوفياء للفكرة. إذن هذا غيساهم في إعادة الاعتبار للعمل السياسي، خصو يساهم في إعادة الاعتبار وأخذ الدروس. ملي كنتكلموا على إعادة الاعتبار المجال السياسي، فينا هو المواطن من هذا النقاش هذا في نظرك؟ خصوصا حنا دابا كنتبعوا الحياة السياسية في البرلمان، ما كاينش نقاش، يلا مثلا مرت واحد 100 يوم على الحكومة ما كاينش نقاش، وبالتالي فالمواطن ربما عزف عزوفا تاما على هذا النقاش السياسي. كيف ممكن انه هذه المحطه ديال الحزب ديال المؤتمر ديال الاتحاد الشرقي انه يعاود القلق والتوهج للعمل السياسي عند المواطن، عند القوات الشعبيه اللي مرتبط اسمها بالاتحاد الشرقي؟ هذا كيرجع اولا للعمل ديال الاحزاب، خاصها تنهض بالادوار الحقيقيه ديالها والمهام ديالها، لا في التاطير، لا في التكوين، لا في التوعيه. فعمليه الاستقطاب هذه اللي كدير، ما ديرش استقطابات موسميه غير في الانتخابات باش انها تحشد الاصوات، لا، خاصها تستثمر في العنصر البشري، تستثمر في الشباب. جلاله الملك كذا قال هذه المساله في واحد الخطاب، فاش قال ان الشباب خصو يتدمج في الحياه السياسيه، وهنا راه الكره ترمات عند الاحزاب. الاحزاب خاصها تدمج الشباب والنساء والطاقات والمثقفين والمفكرين في العمل السياسي، باش ان المواطنين يثيقوا، لان المواطن اللي كتجيب ليه واحد عنده مصداقيه وعنده فكر وعنده قدره على التوعيه وعلى التاطير وكيعرفوا، راه كيثيق في العمل السياسي. ولكن ملي كتجيب ليه واحد ما عندوش هاد الراسين، ما عندوش هاد سميتو طبيعه الحال، اذا فالاحزاب راه مقصره في هذا الجانب ديال التاطير وديال التكوين وديال التوعيه، وبالتالي الدوله كذلك يجب ان تقوم وتنهض بمسؤولياتها، لان الدستور كيلح على انه خاص تأطير المواطنين. فمكسب ديال الدستور مكسب كبير، حنا مازال ما فعلناش بزاف، تيلح على الديمقراطيه التشاركيه كيلح. اذا فالدوله كذلك يجب ان تشجع، الحكومه يجب ان تشجع على العمل السياسي، وما يبقاش العمل السياسي هو عمل نخباوي، ما خصوش يبقى عمل من نخباوي، خصو يكون عمل يومي. السياسه هي خبز كناكلوها، لان ملي كنتكلموا على الاسعار، ملي كنتكلموا على المدرسه، ملي كنتكلموا على شنو اللي خاص يدار المغاربه كيتكلموا اليوم، هذه راه سياسه كيمارسها غير هي. خصنا نقولوا ليه خصك تمارس سياسه بشكل منظم وبشكل واعي، وخصو يتاثر داخل الاحزاب. وهنا كنعيدوا، لان الديمقراطيه شنو الركائز ديالها؟ هي مواطن، شنو الديمقراطيه؟ هي المواطنه الكامله، والمواطنه الكامله كتقتضي على ان هذا المواطن خصو ينخرط في العمل السياسي، خصو يساهم في الانجازات، خصو يساهم في الاوراش. الديمقراطيه بلا احزاب ما كتعني حتى حاجه. يعني فالديمقراطيه تقتضي احزاب قويه، تقتضي احزاب متماسكه، تقتضي احزاب لديها توجهات واضحه بالنسبه لخدمه البلد على جميع المستويات. الديمقراطيه في ابعادها كلها، لا الاجتماعيه لا الاقتصاديه لا السياسيه لا الفكريه لا الثقافيه، كتقتضي احزاب قائمه بالذات، وبالتالي احزاب قويه بمنخرطاتها ومنخرطها، وتقتضي اننا نشجعوا الناس انهم ما يهربوش من السياسه، وان الناس خصهم يمارسوا العمل السياسي النبيل، العمل السياسي اللي غيقدم البلاد وغيطور.